عايزه ارجع لك وانا هكمل لك بقى. لا انت هتقولي لي سقف التوقع. مش عايزاكي تكملي لي معايير، انا شريره النهارده. عارفه ليه؟ لان كل الناس عارفه المعايير أصلحنا. وكل الناس موافقاكي وهتقول لك برافو الله يا ريت نعمل بس كده، بس ما بيحصلش، ما بنقدرش نعمله. احنا ما عندناش في علم النفس نقول حد ينفع وحد ما ينفعش. الشخصيه اللي تنفع مع حضرتك او وحشه او وحشه بالنسبه لي ممكن تكون هايله بالنسبه لغيري. يعني مثلا الدكتور تطرق لموضوع البخل، على فكرة البخلة دول ليهم حد اتجوزوا عادي يعني كتير بيبقوا عايشين حياتهم كله بالظبط، وبيبقوا تمام جدا. اللي حضرتك ممكن تشوفيه حد وحش قوي، غيرك ممكن يشوفه حد جميل قوي. لكن خليني اقول لك برضو، ندخل على النقطة التانية. لو العقل والقلب موجودين انا المفروض بعمل ايه؟ لو احنا الحتة الاولى مكتملة، مش القلب بيقول لا ولا العقل بيقول لا، انا بقدم نفسي ليه ازاي؟ لازم اقدم نفسي بطبيعتي. هو اللي بيحصل ان احنا بنشوف العلاقات اللي بتفشل بسرعه، بتفشل لما الواحد بيبدا يظهر على طبيعته وهو ما كانش مبين طبيعته الحقيقيه. انا بقدم نفسي مين الناس المهمه في حياتي اللي ما ينفعش تيجي في يوم من الايام تبعدني عنهم؟ انا طبيعتي عامله ازاي اللي صعب اغيرها؟ طقوسي عامله ازاي لما بقوم من النوم؟ يعني مثلا تلاقي واحده وليكن ما بتقابلش خطيبها غير وهي حتى فول ميك اب. طب هو بعد كده اكيد هيشوفك من غير ميك اب. يعني نبرز طبيعتنا للاخر. انا بعبر عن مشاعري ازاي؟ يعني في حد بيعبر مثلا بالكلام، في حد بيعبر بالافعال. طب انا برزت طبيعتي، لو انا قدمت لك طبيعتي الحقيقيه وانت متقبلها، لازم انا كمان اشوف طبيعتك الحقيقيه واعرف انا عندي مقدره اتقبل ده ولا لا. انا ممكن ما تقبلوش، غيري ممكن يتقبلوا. اذا ما فيش حد حلو وحد وحش، المناسب ليا ممكن ما يكونش مناسب لغيري. فانت لما بنظهر قصاد بعض في فتره الخطوبه على طبيعتنا، ده فعلا اللي بيبين لي. عشان كده يعني من قريب كان في موضوع جميل قوي بيناقشوه في برنامج كده، بيقول لك هي ليه الستات بقت عايزه رجاله متجوزين؟ هي الفكره مش في حته رجاله متجوزين بصرف النظر عن الفكره يا صح ولا غلط، بس هو بعدين بعدين لما الراجل دي كمان بنسميها ايه؟ بنسميها يعني بلغه الشارع ده رجل مخضرم. هو مخضرم يعني ايه؟ يعني هو مش بيسعى انه يغير الطرف الثاني. خبرته في الحياه، لا دكتوره ده راجل خاني يا دكتوره. استنيني بس، لما جرب الجواز وجرب العلاقات، عشان كده الحته المخضرم دي ما بتلاقيهاش في شاب لسه طالع، بتلاقيها مع حد كبير. هو بيبقى عنده الخبره. مخضرم يعني عنده الخبره ان هو لو عايز يرتبط بواحده بيحاول يشوف هي طبيعتها ايه، هيتقبلها ولا لا. والست نفس الحكايه. اول مره اختلف معاكي، مش انت اول ما جيتي بتقولي بقول لك انت كنت دايما بقابل دكتوره رشا اقعد اوافقها، النهارده هتخانق معاها. لا انا مبسوطه جدا مع بعض في كل التفاصيل.